في موضوع مهم قوي بقى، يعني حابة ان انا اتكلم معاكم فيه. وانا جاية في الطريق للشغل النهاردة كنت بفكر فيه، انه في نبرة كده من التعالي دايما على الاجيال الجديدة وعلى الولاد الصغيرين سواء جين زي او اللي في الجامعة، يعني مراهقة شباب كده، انه جيل ضايع، جيل ما بيعرفش يتحمل مسؤولية، جيل ما عندوش مبادئ، جيل ما عندوش اخلاق، دول طالعين كده وخلاص، دول واخدين قدوة من البلوجرز والتيك توكرز. طب يا جماعة، هم دول زرع شيطان، يعني ما هم ولادنا احنا اللي مربينهم، يعني ما هم اكيد ما جابوش ده لنفسهم، ده حاجة احنا اللي عملناها بايدينا. انت لو كنت اخدت ابنك او بنتك معرض الكتاب كل سنه من وهو لسه قد كده، كان اهتم بالكتب وحبها ووازن ما بينها وما بين الجادجتس وما بين التليفون وما بين اليوتيوب، لو كنت مهتم بان انت توديه مسارح عشان يتعرف اكتر على الفنون المختلفه، معارض فن، حاجات كتير قوي ممكن تتعمل، يعني حفلات موسيقيه، لايف اوركسترا، باليه، كل ده كان هيوجههم في اتجاه تاني، مع ان هم برضو هيفضلوا عايشين سنهم. اللي هم بيعملوه ده مش غريب، احنا واحنا قدهم كنا بنعمل كوارث برضو، وكنا بالنسبة للجيل اللي اكبر مننا اطفال ضايعة وصايعة ومش لاقين حد يلمهم. فهي نفس الفكرة، بس ده ما يتعاقبش عليه الاولاد لوحدهم. فنبرة انه دايما الشباب ضايعين وفاقدين دي، انا شايفة بصراحة ان هي فيها مغالاة وكبر وتعالي على الولاد، رغم ان هم بجد حقيقي جيل منور سابق عنده فرص كتير جدا جدا جدا. ويعني كم شباب استضفناهم هنا في البرنامج في سن صغير جدا، عاملين مشاريع وبروجكتس وعندهم بوتنشال عالي جدا في الحياه. المهم ندخل في الموضوع. اكيد اكيد مشكله كبيره ان كل تصرفات ولادنا مش بتعجبنا، وكتير من تصرفاتهم بيخرجنا عن شعورنا. طيب ازاي نقدر نوجههم وازاي نقدر نسيطر عليهم ونعدل سلوكهم من غير اي عنف؟ طبعا اللي انا هقوله ده بديهيات، بس لازم نفكر بيها بعض، لانه احنا بننسى في الضغوط وفي الزحمه. اول حاجه لازم يعني تكون انت نفسك او تكوني انت نفسك كاب او ام قدوه حسنه ليهم. يعني لو عاوزهم صوتهم يبقى واطي، ما ينفعش نبقى طول الوقت بنصرخ وبنزعق في البيت. لو عاوزاهم ما يرموش حاجه من شباك العربيه، ما ينفعش انت او باباهم تعملوا كده ولو مره، لان هم ذاكرتهم يعني فوتوغرافيه، هم مش هينسوا. ما ينفعش تطلبي منهم ما يكذبوش وانت طول الوقت بتكذبي قدامهم في التليفون او في النادي، وبنفشر وبنقول اي كلام حتى لو بسيط، اللي هو انت فين مثلا دلوقتي وانت مش عايزه تعرفي صاحبتك انت فين فبتقولي حاجه تانية. ما هو ده اكزامبل سيء. يعني من الاخر كده خليكوا قدوه، لانه انتوا اول ناس هم هياخدوا منهم كل المفاهيم البدائيه والاساسيه في الحياه. تاني حاجة، حاولي تديهم من وقتك وتقعدي تتكلمي معاهم، تلعبي معاهم، تسمعيهم. ده بيفرق كتير جدا في علاقتكم ببعض، وبيحسوا ان انتوا اصحاب وبينكم حوار مفتوح، يقدروا من خلاله ان هم يقولوا لكم كل حاجة بتدور في بالهم. وانا دايما بقول انه مش بكتر الوقت اللي بنقضيه مع الولاد، اهم حاجة يبقى الوقت ده فيه كواليتي، اهم حاجه يبقى الوقت ده بجد كله ليهم. انا مش ماسك التليفون، انا مش مشغول في التلفزيون، انا مش بعمل اي حاجه غير قاعدين مع بعض في الوقت ده. ادوهم كتاب يقروه مناسب لسنهم، ونعمل ندوه ثقافيه في البيت كده على الضيق نتناقش فيها في الكتاب، موضوع يدخلوا يعملوا عليه ريسيرش ويرجعوا لنا. ومواضيع ما تتعاملوش معاهم على اساس ان هم اطفال، الاطفال دلوقتي ما بقوش اطفال وسنهم اكبر بكتير من، يعني سنهم الفكري اكبر بكتير من عمرهم الحقيقي. فادوهم موضوعات تفتح مخهم على حاجات، وشاركوهم اهتماماتهم. وخدي بالك جدا جدا كمان من تطبيق فكره الانضباط القاسي، يعني لازم يكون في مرونه. لو ابنك خلاص فعلا مش قادر يكمل واجباته علشان محتاج ينام، ما تضغطيش عليه. لو مش قادر يكمل اكله، ما تضغطيش عليه. يعني خلي الانضباط موجود، وهو حاجه مهمه جدا جدا، ولكن مش بالشكل الصارم اللي ممكن يؤدي الى الانفجار او يخليه يشتغلك من الاخر. يعني مهما كان ذكائك صدقيني هم اذكى. وياكي برضو من فكرة العقاب القاسي، يعني خلي دايما العقاب على قد الفعل مش على قد ما انت مشحونة من حاجات تانية. وركزي في البوينت دي قوي، لانه احنا مضغوطين من مليون حاجة، وفي الاغلب غصبا عننا بنطلع في الكائن الضعيف اللي احنا عارفين ان هو في الاخر لا هيعرف يرد ولا هيعرف، يعني لينا سيطرة عليه.
اخر حاجه اهتمي جدا بالموهبه اللي عند طفلك وحاولي تكتشفيها وتدعميها، لان دي مفتاح ثقته بنفسه وحبه لنفسه، وده هيحميه من حاجات كتير جدا انت نفسك ممكن ما تقدريش في يوم من الايام تحميه منها. كل الحاجات اللي انا قلتها بقى في اول كلامي دي، اللي هو ممكن هتعرفي منين هو مهتم بايه، افتحي له كل الابواب ووصلي معاه للي هو عايزه وخليه يجرب حاجه واثنين وثلاثه لغايه لما يوصل لشغفه الحقيقي. بالطريقه دي انت هتبقي كده بتعززي ثقته في نفسه وبتدعميه. حبي موهبته وامدحيه على كل ده. بصوا الولاد هم عباره عن يعني حصاله بتحطي فيها، والحاجه اللي انت بتحطيها فيها دي قيمتها بتزيد مش بتقل. هيكبر وهيبقى شخص كبير وواعي وفي كل الصفات اللي انت حقيقي كنت بتتمنيها في يوم من الايام.